عليكم السلام. عليكم. ايوه يا جميل. انا بحبك في الله قوي يا دكتوره. ربنا يبارك فيك يا هدايا. انت سنك كام سنه؟ إيه عندي 11 سنه. 11؟ يا ده دي اسهل خالص. وانت بتتفرجي عليا يا هدايا؟ بتفهمي الكلام اللي انا بقوله؟ طيب. ربنا يبارك فيكي وفي والديك يا حبيبتي. استفدتي ايه من برنامج بيوت منوره؟ استفدت حاجات كتير. قولي لي حاجه واحده بس. ان انت بتفهمي البنات يعني الحاجات الحلوه. ده انت اللي حلوه وعسوله. ربنا يبارك فيكي وفي والديك. ليكي سؤال ليا يا هدايا؟ قولي. هو ربنا لما طردنا من الجامع هو ده غضب منه؟ اي يا ربي. ان شاء الله ما يكونش. بس استغفر الله استغفر الله. ان شاء الله ما يكونش. ده بالنسبه لكورونا. عارف عارف. طيب اسمعين يا هدايا، اسمك جميل، ربنا يا رب يعني يجعل لك من اسمك نصيب، اللهم امين. ان شاء الله ربنا ما طردناش من البيوت، ان شاء الله يعني تكون يعني قفل غلق المساجد، وربنا اللي مش قفلها، العبيد اللي قفلوها، فاتحين كل ادوار الدنيا اللي بيعملوا فيها وكل حاجه والتمثيل والمسلسل كله الا ضر العباد اللي قفلوه، ولكن برضو بقدر من الله. طيب انطردنا ان شاء الله ما انطردناش، ولعل يعني انا فاكره اول مسجد انفتح والناس بتجري ازاي، تبنا يا رب. والله يا رب اخر ما افتح لنا المساجد يا رب، واحنا وهني والله ما هنقطع صلاه في مسجد تاني. خير من صلاه الفرد 27 يعني كانك صليت الظهر 27 مره، العصر 27 مره، صلاه الجماعه وبيت الله، واللي بتخش تدي ركعتين تحيه المسجد خلاص تاديهم، حقا على المزور ان يكرم. ازاي يكرمك؟ ايه ما نعرفش، دي من الحاجات اللي ما نعرفهاش، يعني هيديني ايه ما اعرفش. طب ما بتبقى عند ضيف وجايب له هديه وحاجه وداخل عليه بيكرمك وبيضيفك، طب ايه ضيافه ربنا ما نعرفش. دي من الحاجات اللي تتمنى فيها ونعظم كده التمني على الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ما يكونش كده، بس يبقى درس لينا، درس لينا من السبعه اللي يعني يظلهم الله في ظل يوم لا ظل، رجل قلبه معلق بالمساجد، وكلنا شفنا الفيديو اللي ابكانا، الرجل عمال يخب افتح لنا الباب يا رب. هو بالعبد اللي قفله يعني قرارات العبيد لكن هو بمشيئه الله افتح لنا الباب يا رب اخر مره يا رب. والله يا رب هنرجع تاني الا بيتك يا رب. ده الواحد ما بيحسش بالامان والراحه وبيبقى مخنوق. سيبوني انا رايح البيت، ولا اللي جنب الحرم سيبوني انا رايح الحرم، ولا اتقفلت بس ان شاء الله ان شاء الله يا رب. يعني الام ادعو الله سبحانه وتعالى ياخدوا الدرس فعلا والحكمه من غلق المساجد. تبنا يا رجال يا شباب يا كل يعني من يقال عليه رجل وربنا خلقه ذكر مسلم، انت مكلف، وانت يعني ازاي يبقى جنبك مسجد وما انتش حاسس بقيمته. والله انا اعرف اخت في بلد اوروبيه، مفيش داعي لذكر اسمها، احنا في اوروبا هنا في تركيا اهوت، لكن هي في بلد تانية، تقول لي جت هنا تركيا زيارة، الله ايه ده انتوا بتسمعوا المساجد؟ قلت لها ايه ما احنا ما حسيناش بالفرق، قالت لي انا من مصر هنا سمعنا مساجد، وفي مصر كان في مساجد صحيح. ده هي مش ما بتسمعش الاذان وتبكي، بس ما حدش يتكلم خلينا نسمع الاذان، الله ده مسجد تاني بيقول ده مش واحد بس، وتبكي بتبكي من سماعها الاذان بس. نعمه بيوت ربنا، نعمه في الارض ورحمه للعباد، يعني بيقول لك بيت ربنا انا رايح فين؟ رايح بيتك يا رب. يعني والله يعني الواحد بس ان شاء الله ما يكونش طرد يا هدايا، عشان كلمه قطعت قلبي، فخالتك هاله بتزعل من الكلام ده. ان شاء الله يا رب ما يكونش طرد، ويكون يعني درس للامه وللرجال وشباب الامه وللامهات رب عيالها. انزل، انا اتذكر يعني حد من قرايبنا كان طفل عنده 7 سنين، كنا كبار، وكنت انا حديثه عهد بالتزام، وبعدين ابي كان بياخده والدي كان بياخده، عارفه بقى خليت البيت التزمت البيت كله يصلي، وعملت لهم قلق في البيت كله ينزل يصلي المسجد واقفلهم كده. فوالدي كان عليه رحمه الله ياخد قريبنا ده وينزل بيه المسجد اللي قدامنا، فكان يوم شتاء والميه اتجمعت قد كده لحد يعني عشان تعدي المسجد الميه تيجي لبعد فوق الركبه،
والطفل يعيط اقل من 7 سنين يعيط ويقول له يا خالو يا خالو وديني انا مش انزل معايا المسجد. بكاؤه هو اللي خلى، قام جاي ابويا شايله ومشمر وقام جاي يدعو الله سبحانه وتعالى يغفر له بهذا الامر يا رب. وراح الاولاد يتعلقوا بالمساجد وان ازاي يجي وقت ما يخشوش المساجد. ان شاء الله تبقى حكمه ودرس للامه يا رب. اوعى تحرم نفسك من المسجد، والله لو هتموت لو بتعمل ايه، لو عاصي روح المسجد، بيتريقوا عليك بيقولوا عليك مش عارفة بيعملوا ايه، بيهمزوا ويلمزوا، انزل المسجد. إذا رأيتم الرجل يعتادي المساجد فاشهدوا له بالإيمان. اللهم اجعل يعني خاتمتنا في بيتك يا رب، ساجدين صائمين مجاهدين، معرفش ازاي كله مع بعضه كده شهداء. اللهم امين يا رب العالمين. واجعل لك يعني من المسجد وحب المساجد يا هداية انت واهل بيتك. وشكرا ليكي جدا جدا على اتصالك الجميل دوت، وادعو بناتنا يا رب كمان يتفرجوا ويستفيدوا. اللهم امين. اسعدني اتصالك يا هداية جدا، ربنا يبارك فيكي وفي والديك. اللهم امين.